بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أقيمت في مدينة كلباء فعالية تكريم المرأة الإماراتية، وهذا طبعا ليس بغريب، يعني هذه موروث من صاحب السمو مؤسس الدولة الإمارات الشيخ زايد النهيان، وطبعا درج عليه اليوم في دولة الإمارات التكريم السنوي. تم تكريم اليوم القيادات النسائية في مدينة كلباء في القطاع البرلماني والدبلوماسي، قطاع التعليمي والقطاع الصحي والقطاع الأمني، وحتى العناصر الاجتماعية البارزة في دولة الإمارات ومدينة كلباء وجه الخصوص، الذي كان لها أثر بارز في نشأة هذه المدينة ونشأة الأجيال في بداية الاتحاد ولغاية اليوم. قيمة هذه الفعالية احتفالا بيوم المرأة الإماراتية في جامعة كلباء بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، وتم تكريم أكثر من 80 شخصية، وأقيم معرض مصاحب لهذه الفعالية ضم القيادات النسائية التي لديها مشاريع في مدينة كلباء.